السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، نستعرض لكم فيها أبرز عناوين المواقع الإلكترونية المحلية والصحافة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز عناوين الأحداث مع المحللين والصحفيين، بالإضافة إلى نقل أهم مقالة الرأي والتحليل وما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه مختلف الأحداث، والبداية من المواقع الإلكترونية ومع المصدر أونلاين. المصدر أونلاين. الحكومة اليمنية نشعر بالصدمة عن محتواه تقرير لجنة الخبراء الأممية، مقتل جندي وإصابة 3 باشتباكات بين الحماية الرئاسية ولواء العصبة وسط تعز. التحالف العربي ردا على تقرير لجنة الخبراء، سنتخذ الموقف المناسب بعد المراجعة. ماربرس، مضمون تقرير أممي خطير يدين كل الأطراف، هو الأول لفريق التحقيق الدولي والإمارات تعلق يستوجب الرد. مواجهات طاحنة في 4 جبهات ساخنة، وقائد العسكري 4 يقود معارك بين لحج وتعز. آخر التطورات، السعودية تعلن تفوق اليمن عالميا وتتصدر على 165 دولة في موسم حج هذا العام. استهداف اجتماع لقيادات حوثية في صنعاء، والمعلومات تؤكد سقوط قتلى وجرحى. التغيير نت، حقوق الإنسان، تقرير فريق الخبراء كان صادما ونعمل حاليا على دراسته للرد عليه. لحج، قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية شمال الشرية بعد إخفاء قرارات تعيين أقارب المسؤولين، مطالبات واسعة للحكومة اليمنية بنشر الجريدة الرسمية. محافظ صعدة، الجيش يحصر الحوثي في مران والقبائل تنتظر الدعم للانتفاضة ضده. مسؤول يمني، التسليح الإيراني للحوثي تكثف خلال توقف عمليات الحديدة. التحالف، الحوثيون أطلقوا 5 صواريخ خلال الحج. الصحوانات، كيف حول الحوثيون أفراح اليمنيين إلى أحزان وأوجاع؟ شبوة، نجاة مدير أمن بيحان من محاولة اغتيال. الجيش يصد هجوما حوثيا استهدف موقع الدفاع بتعز. مقابر الموتى لم تسلم من بطش الحوثيين. اعتداء جديد يطال إحدى المقابر في إب. الصحفي القاعدي يكمل عامه الثالث في سجون الحوثي ومطالبات بسرعة الإفراج عنه. الداخلية تشيد بأمن الجوف وتحث على مزيد من اليقظة. استشهاد مدني بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون في حيران. محور تعز يندد بالحملات المسيئة للجيش ويرفض الزج به في المناكفات. قرقاش، تقرير الأمم المتحدة بخصوص اليمن يستوجب ردا. نزوح جماعي لأهالي عبس في حجة عقب تحويل الحوثيين المنطقة لثكنات عسكرية. وكالة سبا، حقوق الإنسان، تقرير فريق الخبراء كان صادما ونعمل حاليا على دراسته للرد عليه. الجيش يحقق تقدما جديدا في اتجاه الراهدة وماوية جنوب تعز. محافظ المهرة يناقش مع السفير السعودي احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية. العاصمة أونلاين، باحثة غربية تنتقد التقرير الأممي بشأن اليمن وتقول إنه ابتزاز سياسي. محلل عسكري، شبكات إقليمية ودولية منظمة تعمل على تهريب سلاح للحوثيين. الاتحاد الإماراتي، الحرب في اليمن بين التنمية والعمران وأنصار الخراب وإيران. مقاتلة التحالف تقصف مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين شمال صنعاء. واشنطن تؤكد دعمها ومساندتها للتحالف العربي في اليمن لمواجهة الحوثيين. الخليج الإماراتية، الدور الأممي في اليمن ملتبس ويتطلب العمل بشفافية واضحة. سبتمبر نت، مدفعية الجيش تقصف مواقع الميليشيا غرب تعز. انتصارات كبيرة يحققها الجيش الوطني بجبهة الشريجة الراهدة. دفاعات التحالف تعترض صاروخا باليستيا اطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران. تحالف دعم الشرعية يعلن عن تقدمات للجيش الوطني وينددوا بعدم حيادية بعض المنظمات الدولية. تحالف دعم الشرعية، سنراجع التقرير الحقوقي قانونيا ونرد عليه. يمن مونيتور، اليمن والسعودية تشككان في حيادية لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، من يقتل أئمة المساجد في عدن اليمنية؟ واشنطن بوست تجيب. إلى الصحافة العربية، والبداية من صحيفة عكاظ السعودية. الشرق الأوسط، التحالف يحيل إلى فريقه القانوني التقرير الأممي عن اليمن. الحكومة اليمنية تناقش مع سفراء غربيين الترتيبات لجنيف.
وسط إصرار الجماعة الحوثية على رفض المرجعيات المتوافق عليها للسلام. العربية نت: الحكومة اليمنية تدين منع الحوثي وصول المساعدات للحديدة. التحالف العربي: سنتخذ الموقف المناسب من التقرير الأممي بعد مراجعته قانونيا. وإلى تسليط الضوء على أبرز ما ورد من عناوين في الصحافة العربية وأيضا الصحافة المحلية، انضم إلينا الصحفي والباحث ثابت الأحمدي. مرحبا بك أستاذ ثابت. في المصدر أونلاين: الحكومة اليمنية نشعر بالصدمة عما احتواه تقرير لجنة الخبراء الأممية. ما الذي يدعو إلى ما محتوى هذا التقرير حتى جعل الحكومة تشعر بالصدمة؟ عزيزي، بشكل عام نستطيع القول أن الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث بشكل عام قد فقدت ثقتها مطلقا بما يسمى بهيئة الأمم المتحدة وبكثير من المنظمات الدولية التي تدعي الإنسانية وتدعي الحيادية. نحن تجربتنا مع هذه مع الهيئات الدولية بشكل عام منذ سنوات كثيرة للأسف وأقولها بمرارة تجربة سلبية. الأمم المتحدة، المنظمات الدولية الكبيرة، ترعى مع الراعي وتأكل مع الذئب، تتخذ سياسة الكلب مكيالا على حد سواء منذ سنوات طويلة. وهذه المنظمات أو يعني في كثير من حالاتها تتعامل مع الجماعة الانقلابية باعتبارها ندا للشرعية، يعني معاملة الند للند أو فريق موازن لفريق الشرعية، ولم تسمي الأسماء بأسمائها. هل غريبا هي الآن أظهرت وجهها الحقيقي الذي طالما تخفى من سابق أو ظهر فترة وتوارى فترة، لكن الآن ظهرت على وجهها الحقيقي. أين هو الخلل بالتحديد؟ هل الخلل لدى الحكومة الشرعية في أنها عجزت عن إيصال صوت اليمنيين وقضيتهم للعالم، أم الخلل أن هناك كيد في مسألة تحركات المنظمات؟ أستطيع القول كل العوامل هذه مجتمعة. هناك فعلا خلل وخلل واضح بالنسبة للشرعية موجود، أثر سلبا على التقارير الدولية. هناك أيضا يعني بالتوازي منظمات أخرى للجماعات الانقلابية والوبيهات اشتغلت في دول أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من دول العالم استطاعت أن تؤثر سلبا على القضية اليمنية، إضافة إلى ما يمكن أو إلى الحالة الابتزازية التي تمارسها المنظمات الدولية على دول المنطقة بشكل عام. هذه العوامل كلها مجتمعة ساهمت في يعني في الوصول أو تعقيد القضية اليمنية، ولا تزال حتى الآن لم تظهر ملامحها بعد. و مندوب الأمم المتحدة جريفيث يبدو أنه استمرار لسابقه جمال بن عمر والستيث، وربما يأتي بعده أيضا مندوب آخر وسيمارس نفس الدور، وسيفقد اليمنيون ثقتهم بمارتن جريفيث كما فقدوا ثقتهم أيضا بجمال بن عمر وبولدشتيت. عكاظ، السعودية أيضا ذكرت منظمات دولية تقول تقارير الأمم المتحدة غير شفافة ولا محايدة وتتجاهل جرائم إيران في اليمن، وأنت بالتأكيد اطلعت على التقرير، ما أبرز ملاحظاتك على تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ يا عزيزي، تعامل يعني مع عبد الملك الحوثي حين يذكره بأنه قائد ثورة، أي ثورة يعني قام بها هذا الغر الجاهل؟ يعني هذه على سبيل المثال تعامل مع الجماعة واعتبرها وصنفها سلطة أمر واقع، وهذا تلاعب بالمصطلحات، تلاعب بالحقيقة. يعني له أيضا له تأثيراته السلبية على القضية اليمنية وعلى العدالة وعلى الشعوب المغلوبة على أمرها التي فقدت ثقتها بهذه الجماعة بهذه الهيئات الدولية. لماذا بدا التقرير فيما يخص تعز عاجزا ولم يستطع زيارتها، بينما مضى إلى صعدة للتحري والدقة في بعض القضايا؟ يعني أين تكمن المشكلة في مسألة صياغة التقرير وتقديمه؟ شوف، تعز تذكرنا تماما بالموصل في العراق، بحلب في سوريا، هي الكتلة السنية الكبيرة في اليمن كما الكتلة السنية الكبرى في سوريا وهي حلب، والكتلة السنية في العراق وهي الموصل. المنظمة الدولية لم تستطع حد قولها أيضا، هذا كلامها هي، لم تستطع أن تصل أو تكتشف الحقائق في الموصل رغم الجرائم الشنعاء التي اقترفها الحشد الشعبي هناك. المنظمة الدولية لم تصل حلب لتشاهد الجرائم الإنسانية التي اقترفها بشار الأسد.
المنظمات الدولية لم تصل تعز أيضا لتشاهد الجرائم التي جنتها الحوثية. وهكذا هذه ثلاث كتل سنية كبرى تضرب على مرأى ومسمع العالم. هل تتعمد حجب الحقيقة عن الرأي العام الدولي؟ نعم. إذن ما الذي يجب على الحكومة فعله تجاه هذا التقرير وتداعياته؟ يجب حصر المسألة عسكريا والسيطرة على صنعاء. مشكلة اليمن في صنعاء، إذا احتلت المشكلة في صنعاء ستحل كافة القضايا اليمنية. السيطرة، القضاء على رأس الأفعى والسيطرة على العاصمة في صنعاء، وبعدها ستحتل كافة المشاكل. الصحفي والباحث ثابت الأحمدي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية، حيث سلطت الضوء على الدور الأممي في اليمن وأكدت تواطؤ بعض المنظمات الدولية وتضليلها للرأي العام الدولي في حقيقة ما يحدث في اليمن، والتي كان آخرها تقرير فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أماط اللثام بشكل سافر عن دور تلك المنظمات الملتبس. بات من الضروري الحديث بشكل شفاف عن الدور الذي تقوم به بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة في التعاطي مع الأوضاع في اليمن من نواح عدة، عسكريا وإنسانيا. فالدور الذي تقوم به هذه المنظمات يثير التساؤل عن حجم هذا التعاطي وحدوده ومساحته ومصداقيته كذلك، وما إذا كان هذا يسهم في التعجيل بحل الأزمة أم في إطالتها، إذ أن الشواهد على ذلك كثيرة، خاصة وأن التقارير تستند فيها بعض هذه المنظمات إلى معلومات مضللة تقدمها لها الميليشيات الانقلابية، وفي أغلب الأحيان تستبق نتائج فرق تقصي الحقائق التي تشكلها الجهات المعنية في السلطات الشرعية. لا يمكن الاتكاء على ما تقدمه هذه التقارير حول الأوضاع في اليمن، وقد لاحظ اليمنيون أن بعض المنظمات الدولية لا تقوم بدورها المطلوب منها، فهي تتعاطى مع الجماعة الانقلابية رغم أنها تدرك أنها من تسبب في الحرب عبر تنفيذ انقلاب على الشرعية والسيطرة على المعسكرات بكافة أسلحتها وتهديد أمن الجيران، فضلا عن تهديد الأمن الداخلي في بلد اتفقت أطرافه السياسية على عدم اللجوء للسلاح في حل الصراعات. من المهم عند التعاطي مع التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية التركيز على الدور السلبي الذي تلعبه هذه المنظمات من خلال التعامل المرن مع جهات تصنفها الأمم المتحدة على أنها ميليشيات استولت على الحكم بقوة السلاح، وهو ما تجسده سلسلة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، أبرزها القرار 22/16 الذي تطالب جنوده الانقلابيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها وإعادة السلاح إلى معسكرة الدولة والخروج من المؤسسات الدستورية التي جرى الاستيلاء عليها بعد الانقلاب مباشرة، فيما تتمنع هذه المنظمات عن الحضور إلى الأراضي التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ما يعني خللا في علاقة الأمم المتحدة ببعض منظماتها العاملة في اليمن. وقد جاء تقرير فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الأوضاع الجارية في اليمن ليميط اللثام عن هذا الدور الملتبس الذي تقوم به بعض المنظمات الأممية العاملة في اليمن، ما يتطلب إعادة قراءة ما ورد فيه من معلومات مغلوطة عن الانتهاكات الناتجة عن الحرب وتأثيراتها، خاصة تلك المتصلة بمهام التحالف العربي الذي يشارك بناء على دعوة من السلطة الشرعية. من هنا يحتاج تقرير الخبراء لمراجعة متأنية والرد على حيثياته، وهو ما أشار إليه وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الذي أكد في تغريدته على صفحته في تويتر أهمية الالتفات إلى ما يتحدث عنه التقرير من فظائع ترتكبها ميليشيات الحوثي في كل مناطق اليمن ومسؤوليتها عن إدخال البلاد في أزمة عميقة تنفيذا لأجندة خارجية. من هذا المنطلق فإن دول التحالف بقدر ما هي معنية بمساعدة اليمن الذي استنجد بها لإنقاذه من براثن مشروع إيران المدمر للمنطقة، فإنها معنية أيضا بحماية أمنها واستقرارها، وتأخذ هذه القضية شقين: الأول المساعدة في استعادة الدولة اليمنية، والثاني حفظ مستقبل دول المنطقة من التغول الإيراني والتصدي لخطط تقويض أمنها التي تسعى إيران لتنفيذها عبر أدواتها وأذرعها المختلفة في المنطقة، واليمن إحدى الساحات التي تراهن عليها في ذلك. 3 سنوات من اختطاف شقيق الروح، مقال كتبه الصحفي عبد الباسط القاعدي عن شقيقه الصحفي المختطف في سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية الزميل صلاح القاعدي، حيث استعرض الآلام المصاحبة لجريمة اختطاف الحوثيين لصلاح وتداعيات الخوف والقلق والوجع الذي أصاب والدي صلاح وابنه وأسرته.
ثلاث سنوات منذ اختطافك يا شقيق الروح، مرة ثقيلة وكئيبة علينا جميعا، سنوات كبيسة تحول فيها اليمن إلى معتقل كبير، لا فرق بينك وبيننا إلا بتضحية والبطولة. 28 أغسطس 2015 ميلادية، اختطف الحوثي السكينة من قلب والدي وزرع محلهما القلق والدموع، يكبر أوس صلاح ويكبر معه الوجع وطلب نعجز عن تلبيته، أريد بابا. ثلاث سنوات يا عمر أوس، وحيدك وفلذة كبدك وقرة أعيننا جميعا، وكان الحوثي وهو يخفيك ويؤذيك يتعمد إيصال الأذى ليس لأوس الإبن وإنما لأوس الأب، فاليمنيون هم أبناء الأوس. أتذكر يوم اخترنا الاسم سويا وعبق التاريخ يعطر فرحتنا بأوس المولود وتاريخ الأوس التليد، ستنجل الغمة وتولد اليمن من جديد. أتذكر الاتصال اليتيم الذي تلقيته منك بعد اختطافك بأيام وأنا على مشارف مدينة عدن، وكم ألمني وجرحني حين قلت لي أنهم يعذبونك بقسوة، لقد انتحبت بمرارة وحرقة، وقلت حينها إن العنف الذي يستخدمه الحوثي ضدك وضد أنقى ما فينا سيرتد في صدره خنجرا مسموما، وذلك واقع لا محالة وعما قريب بإذن الله. لقد مرت باليمن خلال سنوات اختطافك أحوالا شابت لها الرؤوس، وقد ارتقى في سبيل الخلاص الآلاف من الشهداء الأبطال من خيرة من أنجبت اليمن ممن تعرف ولا تعرف، وستصاب بالدهشة حينما ستخرج بطلا مرفوعا على الأعناق، وستحتاج إلى دهر لاستيعاب المشهد والإلمام بكل تفاصيله. لقد جنى الحوثي على اليمن جناية لا تغتفر ولن تمحى بسهولة، وكل ملف من الملفات العالقة أنكى وأشد من الآخر. لقد تفننت هذه الشرذمة في إلحاق الأذى باليمن بصورة لم تخطر على البال، وانفجر الكهنوت في وجوهنا اختطافا وقتلا وتنكيلا، لكن ما يدعو إلى الطمأنينة أنه إلى زوال وأن أيامه باتت معدودة. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الصحفي والمخرج التلفزيوني عبدالله الحرازي، حيث وجه في منشور له على صفحته في الفيسبوك سؤالا ساخرا للحوثية وخرافة الولاية بلغة عامية وساخرة تكشف زيف ادعاءاتهم وافتراءاتهم التي لا تنتهي. سؤال للحوثة بمناسبة خرابيط الولاية، الآن الولاية لعلي وعياله وذريته وصولا إلى عبد الشوخة الحوثي، والناس ملزمين باتباع آل هذا البيت فقط، وهذا العلم قولتكم تمام كذا. طيب، هل كان أمر الولاية لكل المسلمين وإلا بس لليمنيين؟ يعني الآن هل لازم وضروري على المصري والليبي والموريتاني والعراقي والطاجكستاني والإيراني والأندلسي يجي يؤمن بعبد الشخوة ابن 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 بنت رسول الله؟ يعني الآن حسن زميطة كمان وروحاني وخامنئي لازم يتبع الشخوة، وإلا يكفي عبد الجندي وأبو راس ويحيى الراعي وعيال البخيتي؟ يعني هل الولاية حقكم هذه للناس كلهم ما دام هي الإسلام، وإلا هي ولاية بمعوز وجنبيه فقط؟ طبعا ما عد فيش بصفحتي حوثة، لذا وصلوا لهم السؤال بطرقكم وبصياغتكم، هل هي ولاية على الناس كلهم وإلا ولاية بلدي طعيم ساع الزبيب بني حشيش ما بش مثلها بأرض الله؟ ولو استتب لهم أمر اليمن مسلا خلاص، يعني تحقق الإسلام وإلا بيشعبوا لبقية بلاد المسلمين غادي الله بغادي. الصحفي محمد الشبيري كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تطرق فيه إلى فشل الدبلوماسية اليمنية في إيصال حقيقة ما يجري في اليمن، مؤكدا أنها المعضلة الحقيقية، وأنه الفشل الذي أدى إلى ظهور تقارير أممية تضلل الرأي العام وتزيف الحقيقة. لو أن هناك دبلوماسية ناشطة وفاعلة ويهمها وضع اليمن بالدرجة الأولى لما رأينا تقريرا أمميا يصف المتمرد عبد الملك الحوثي بالسياسي وقائد الثورة فيما هو زعيم ميليشيا مسلحة. فشل الدبلوماسية اليمنية حول الصراع من صراع بين حكومة شرعية ومجموعة متمردين إلى صراع أطراف تتفاوت جرائمها فقط. حكومة العائلات منشغلة بترتيب الوضع الداخلي لها، فيما اللوبيات وجماعات الضغط تمارس دورا مؤثرا على الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية. كتب عبد الرحمن النهاري منشورا على صفحته في الفيسبوك عن خطر طمس هوية اليمن من قبل ميليشيا الحوثي السلالية، مشيرا إلى أن ثمن
تأخير الحسم العسكري سيكون باهظا. أخطر ما لا يمكن رؤيته ولا سماعه بسبب ضجيج الحرب هو سعي الحوثي لتجريف وطمس هوية اليمن الحضارية. انتقل لتلوين الجماهير باللون الطائفي السلالي الأخضر في محاولة منه أن يصبح شعبا لا جماعة. كلما تأخرنا يوما عن حسم المعركة وإسقاط الحوثي ابتعدنا سنة عن النصر. الناشط محمد حسن شعب كتب منشورا على صفحتي في الفيسبوك عن إقدام ميليشيا الحوثي الطائفية بإحراق 5000 كتاب في كلية التربية بمحافظة صعدة في مختلف مجالات الحياة بأمر من شقيق زعيم التمرد يحيى الحوثي في حادثة تعيد للأذهان أعمال هولاكو حين غزا بغداد في حقد دفين ضد العلم والثقافة والمعرفة والهوية. في نهار الأمس زار المدعو يحيى بدر الدين الحوتي شقيق عبد الملك الحوتي كلية التربية بجامعة صعدة، يرافقه مدير مكتب مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى وأحمد جابر عوض محافظ محافظة صعدة وخالد المداني وكيل وزارة كهرباء الحوثيين. وزار يحيى الحوثي مكتبة كلية التربية التي تحتوي على ما يزيد من 5000 كتاب من أمهات الكتب في كافة المجالات التربوية والعلمية، ويبدو أنه استاء من تلك الكتب التي تخالفهم الرأي والتوجه الاثنى عشري. وما إن خرج يحيى الحوثي من مكتبة الكلية حتى أمر بإحراق المكتبة بالكامل. الخبر الفاجع ذكرني بهولاكو وغزوه لبغداد وإغراق مكتبتها في نهر دجلة، وجعلني أعود بذاكرتي إلى تاريخ ملوك الدولة الرسولية الذين كانوا يجيزون لكل مؤلف وزن كتابه ذهبا. فعندما صدر كتاب الشرف الوافي لابن المقري احتفلت تعز 7 أيام بلياليها فرحا بصدور الكتاب. وعندما انتهى محمد الفيروز أبادي من تأليف كتابه القاموس أرفق أبادي كتابه برسالة يستأذن الملك بالسفر إلى فارس. قرأ الملك الرسالة واستحلف أبادي بالبقاء وأصدر قرار بتعيينه قاضي قضاة اليمن وزوجه ابنته احتفاء بالعلم والمعرفة. واليوم تأتينا الكلاب الضالة باسم بغال آل البيت وفي الألفية الثالثة يحرقون مكتبة كلية التربية بصعدة بهمجية العصور الوسطى وعصور السلالات. وبهذه الواقعة الحزينة أناشد زملائنا الكتاب الصحفيين والإعلاميين أن يشحذوا الهمم ويعززوا من عزيمة أبناء الشعب اليمني لمقاومة الكلاب الضالة طالما بقي بيننا عرق ينبض بالحياة. الصحفي يحيى الثلاية كتب منشورا عن خرافة الولاية مشيرا إلى اللحظة الفاضحة التي وثقتها الكاميرا والتي أظهرت قسم النازية الحوثية في جامعة إب، متعهدا بمواجهة الكهنوت الذي يسعى لاستلاب الكرامة والدولة ولو لألف عام. وبمناسبة خرافة الغدي وكهنوت الولاية المأفون، إن اللحظة الفاضحة التي وثقتها الكاميرات لمشهد أداء يمين الولاية الهاشمية في إحدى جامعات البلاد جامعة إب هي لحظة تبرر وتوجب الانتفاضة والحرب ضدها 1000 عام مهما كانت الخسائر. فذلك الكهنوت القدر هو ما كان يراد له أن يسري على أبناء شعبنا اليمني، ولأجله قامت الحرب واستلبت الكرامة والدولة والجمهورية. ألا لعنة الله عليكم وعلى ولاياتكم ومواليكم ومن تولاكم وغديركم وحاضركم وغائبكم وقائمكم وقاعدكم، وعلينا لعنة الله أبدا إن نسينا قبحكم أو رضينا بكم يوما أو لحظة من الدهر. رئيس إعلامية الإصلاح الصحفي علي الجرادي كتب تغريدة على صفحته في تويتر عن خطورة بقاء الحكومة الشرعية بلا خطة ولا موازنة أو مجلس الرقابي، موضحا أيضا خطورة صمت الأحزاب عن تلك التجاوزات. الحكومة اليمنية منذ 3 سنوات بلا خطة معلنة أو موازنة مبوبة أو مجلس رقابي. الأولويات المتصلة بحياة الناس كالراتب والغذاء والأمن شبه غائبة. ما يتناقله الناس يوميا عن سفريات وتعيينات للأقرباء والأصهار والأبناء، وصمت الأحزاب وتأجيل نقاش الأخطاء لا يبدو مفيدا في معركة مواجهة الانقلاب. النائب البرلماني شوقي القاضي كتب تغريدة على صفحته في تويتر
عن خطورة التنصل عن مخرجات الحوار الوطني وأنها تعد جريمة كجريمة الانقلاب الحوثي. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي الحل الأمثل والأنسب لليمن الاتحادي، وأي التفاف عليها أو التنصل منها أو نقض لاتفاقها باسم العلمانية أو الدينية أو الشريعة أو غيرها إنما هي مؤامرة انقلاب لا تقل خطرا ولا سوءا ولا كارثية عن انقلاب الحوثي المشؤوم. الصحفي الدكتور محمد جميع كتب تغريدة عن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان الذي تغافل متعمدا عن جرائم الميليشيا الحوثية منذ عام 2015. تقرير لجنة الخبراء الأممي يغطي الجرائم المرتكبة في اليمن منذ مارس 2015 ميلادية إلى منتصف 2018 ميلادية، ولكنه لسبب ما لم يتطرق إطلاقا لجرائم الحوثيين في عدن من قتل متعمد واستهداف وخطف وإخفاء وتعذيب للمدنيين وتفجير منازل وزراعة ألغام في شبوة وغيرها على يد الحوثيين قبل انسحابهم من الجنوب. إلى طائفة من الرسوم الكاريكاتورية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حديث الصحافة، في أمان الله.